تواجدوا في الداخلة عاصمة الجهة، وهذا التواجد هذا جاء فعلا في إطار تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي صاحب جلالة نصره الله تم الانطلاقة ديالها رسمية في سبتمبر الأخير. وهذا التنزيل فعلا جاء اليوم مع جميع الفعاليات ديال الجهة، سادة رؤساء والمنتخبون ديال المجالس على صعيد هذه الجهة، وكذلك مع المجتمع المدني والإدارات العمومية المتواجدة في الداخلة. وكان حقا تبادل ونقاش جد مهم، لأن فعلا في بعض الأيام إن شاء الله غنبداو في التنزيل الفعلي ديال برامج الأربعة اللي هي جات في المرحلة الثالثة، اللي كما كتعرفوا جميعا فهي كتهتم بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، لا فيما يخص الصحة ديال الأم والطفل، لا فيما يخص مواكبة تندرس، لا فيما يخص التعليم الأولي، وكذلك كتهم الشباب وإدماج ديالو في النسيج الاقتصادي، وكذلك كتهم يعني مواكبة أشخاص اللي هما في الشاشة. وفي الحقيقة كان اجتماع جد مهم، لأن عرفتوا الحمد لله وبلادنا كتعرف التنوع، لأن كل جهة عندها اختي خصوصية ديالها وعندها هذا، ولهذا يعني تم إنصات وكذلك دراسة الخصوصيات ديال المنطقة، وتبلور من هذا الاجتماع واحد خطة عمل اللي كنا إن شاء الله غنصروا عليها باش يكون التنزيل ديالها أحسن تنزيل، باش نكونوا عند حسن ظن صاحب الوزارة. المرحلة الثالثة أعطت للطفل أهمية كبيرة. كيف تنظر ذلك؟ أعطت للطفل لأن أعطت لي مواكبة، لأن التنمية الحقيقية هي مواكبة هذه الأجيال الصاعدة منذ الطفولة وما قبل ما يكون تولد الطفل، كذلك الأم الحامل، لأن أولا الصحة ديال الأم والطفل هي جد مهمة لتنشئة يعني أطفال في صحة جيدة. ثم كذلك الطفل خاص المواكبة ديالو فيما يخص يعني التعليم الأولي، لأن التعليم الأولي هو اللي كيهيئ الطفل باش يكون عنده واحد تندرس اللي هو في المستوى ويكون جيد. وكذلك الطفل والتلميذ لا في الأسلاك لا الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي يجب مواكبتهم لكي ما يكونش هناك هدر مدرسي، وتكون جودة في التربية، وتكون تهيئ ديال هاد الشباب اللي فعلا يعني من بعد فاش يكون تكوين مهني ولا الجامعة، باش إن شاء الله نهيئوا جميع الشباب لإدماجهم في نسيج اقتصادي الوطن. خاص كل يعتبر بأن راه فاعل أساسي في هذا الورش، إن هذا الورش ملكي، ورش كبير، وباش ننجحوا خاص يكون التعبئة ديال الجميع، لا مؤثرين ولا إداريين ولا منتخبون ولا الناس في المجتمع المدني، الجميع هو خاصو يساهم ويشارك ويتعبأ لنجاح المشاريع ديال المبادرة. كنت مستفيدين من المرحلة الأولى، وهذا برش ملكي قيم اللي ثبت نجاحه ووصلنا للمرحلة الثالثة، وفي هذه المرحلة الثالثة يتبين عن التنمية البشرية ركزت على المهم هو التعليم الأولي مراحله كاملة، ونتمنى خير إن شاء الله بنجاحها، ونحن جد مسرورين بهذا اليوم.